بالدنيا مين أكتر حدا بحب؟ أنا شخصياً أمة أكتر حدا بحبه بالدنيا؟ أكتر حدا بيبادلنا الحب؟ للوالدة. الأم هي أكتر حدا ممكن تحبك بها الحياة وتفكر فيك وتخاف عليك. كمان أكيد أهلي. أكتر حدا بحبني بالدنيا؟ الوالدة. الإمام الرضا عليه السلام واصفاً إمام الزمان، وهو أشفق عليهم من آبائهم وأمهاتهم. صحيح 100%. إحنا مقصرين أصلاً تجاهه، مقصرين تجاه حبنا له. هو بيستاهل أكتر من هيك بكتير حب. شعور لا يوصف، أنه شعرت من ناحيتنا نحن بتلاقي انه في تقصير بحق صاحب العصر، حقيقة بتلاقي في تقصير. لازم الواحد يعني يشتغل على حاله، يشوف غلطه وين، يصحح غلطه، كل هذه الامور. شو بقول للإمام المهدي؟ انه ان شاء الله بعد دم يكون من انصار الامام المهدي، وانا كمان كثير بحبه. الدنيا كلها ناطريتك. انه الحياة صار بدها اياه، خلص ماشي مش الحال بدها، صار بدها ظهور يعني، وانه بحبه كثير. شو بقول للامام؟ الله يجعلنا من جندك، هالقد بنتمنى، ما بدنا اكثر من هيك بالحياه.